الكثيرون لا يبالون، ومثلهم لا يهتمون بخطورة الوضع الصحي الراهن. فما أن رفع حظر التجوال، حشر الناس إلى شوارع العاصمة ساعين إلى كسب قوتهم اليومي الذي حرموا منه لأشهر طوال دون اتباع الشروط الصحية للوقاية من كورونا. هذه اللامبالاة من شأنها أن تدخل البلاد في دوامة الخطر، خصوصا وأن المستشفيات العراقية باتت مليئة بمصابين بكورونا. طبعا هو انتشر الوباء لأن العالم ما تلتزم، ناس تتقارب على الناس بالسواقة بالمكانات الشعبية، هذا السبب. منين تجيب العالم يقول لك ابقى بالبيت؟ ما يقدر، شالوا الحظر التجوال عليه، زاد عندنا الوباء وعندنا حالات وفيات هواي كثرت مع الاسف. رسالة الى شبابنا وناسنا، الموعظة والتوعية والتزام بالكمامات والجفوف، ونقول الحمد لله والشكر، شدوا ان شاء الله والزول. احب اوعي بعض المواطنين على الالتزام بتوقيتات الحظر ولبس الكفوف والكمامات، ولان في الآونة الأخيرة زادت بعض الحالات وصلت إلى الآلاف، لذلك نرجو من الشباب الالتزام والتوعية، ونناشد بعض الأخوان الالتزام، أهم شيء الالتزام بالكفوف والكمامات والابتعاد عن الحالات التلامس والاختلاط ما بين الآخرين. لو تضاعف عدد المصابين بكورونا إلى ضعف هذا العدد، فستعجز المستشفيات والكوادر الصحية باحتواء الوباء، وسيخرج الوضع عن السيطرة. فالوقت الصحي يعاني ويستغيث، ناهيك عن عدد الأسر الموجودة في المستشفيات العراقية. الأمر كله اليوم مرهون بوعي العراقيين ومدى إدراكهم بخطورة الموقف الصحي. كانت الوباء وعدد الإصابات كان قليل، طبعا كنا نقدر نحتوي، وخلية الأزمة كانت تقدر تحتوي الوباء، بس بصراحة هسه صار يعني أعداد كلش مخيفة، يعني بصراحة بعد ما نقدر نتجاوز هاي مرحلة الحجر، وما نقدر نتجاوز مرحلة الشفاء بصراحة. فأنا اقترحت على الحكومة، بما أنه الأسواق المركزية سابقا اللي كانت سابقا هي أسواق مركزية حاليا هي فارغة، نقدر نستثمرها بالحجر. على الرغم من تحذيرات خلية الأزمة ووزارة الصحة العراقية من تداعيات الإهمال المتعمد لعدد كبير من المواطنين، إلا أن الأمر لم يغير من إهمالهم شيء. فالسير بدون كمامات ولا قفازات طبية بالطرقات العامة في فترة رفع حظر التجوال هو من أكبر المخاطر التي تهدد الأمن الصحي للعراقيين في الفترة الراهنة. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.